وصلنا دلوقتي لفقرتنا، فقرة صنع في الأهلي. في صنع في الأهلي النهاردة معانا لاعبة النادي الأهلي لكرة اليد فرح حازم. بدأت من ناشئات النادي الأهلي حتى الفريق الأول، وحققت العديد من البطولات مع النادي الأهلي، وتألقت بشكل كبير في ملاعب كرة اليد. خلينا نروح ونسمع حكاية فرح حازم في صنع في الأهلي، ونرجع نكمل بقية هذه الحلقة. أنا بدأت من عندي 4 5 سنين كده من النادي الأهلي برضو، بس مكملة إن شاء الله إن شاء الله لغاية ما أخلص. اي حد يبدا السباحه طبيعي، بعد كده طبعا اول حاجه دخلتها كانت هاندبول، وكانت باي لك يعني، هي جت بالصدفه الصراحه، بس الموضوع عجبني جدا الصراحه وفضلت مكمله فيه يعني الحمد لله. هو اصلا من اول ما تخش النادي الاهلي انت دايما بتلعبي على الهدف ده، يعني ده بيكون قدامك تارجت نفسك توصلي له من اول ما دخلتي النادي الاهلي. بس انا كنت مصعده قبل يعني ما فرقتي تخلص ويطلع فيرست تيم، كنت مصعده بقالي سنتين، فطبعا الموضوع كان صعب، وكان اصلا يعني الواحد بيدخل قلقان، وموضوع كبير وموضوع مهم اصلا يعني، دي انت بتخشي بيبقى عندك يعني مش داخله تهزري يعني، موضوع مهم، بس كله ساعدني صراحه فيها لغايه ما وصلت ان انا لما فرقتي خلصت الحمد لله يعني دخلت على طول على فيرست تيم من غير ما اطلع اعاره او يحصل حاجه يعني الحمد لله. هو كده كده جهاز فني كان ليه دور ان انت لسه مصعده، ما تخافيش العبي وكله هيساعدك عادي طبيعي، هغلط وهتعلم، بس مهم لما اغلط اتعلم ان هو ما غلطش واحس انه خلاص. اللعيبه انا من الصراحه من اول ما دخلت من اول يوم اتصعدت فيه اصلا هم كلهم كانوا في ظهري، يعني ما فيش واحده فيهم يعني، حتى لما كنت بغلط اكيد انا ما كانش عندي اكسبيرينس ان هي عندهم، بس كنت اي حاجه بتحصل الملعب كانوا كلهم في ظهري بيساعدوني لغايه الحمد لله يعني ما عرفت اقف على رجلي معاهم الحمد لله. لا هي وضعية النادي الاهلي صراحه ما تتعدش الحمد لله يعني، بس يعني من ساعه ما بدانا نلعب ماتشات وانا متعوده الحمد لله ناخد اول، بس فكانت لا بطولات كتير الحمد لله يعني، كاس دوري اي حاجه نخش فيها الحمد لله كنا يعني نعرف نجيبها يعني. افريقيا اللي فاتت دي هي كانت تالت افريقيا، بس يعني كانت تشالنج جديد بالنسبه لنا يعني الصراحه، بس الحمد لله عملنا حاجه فيها كويسه، بس يعني ده مش اخر حاجه عايزين نعملها يعني ان شاء الله يعني، دي كانت البدايه بالنسبه لنا، هي البطوله كانت غاليه جدا بس كانت البدايه لسه ان شاء الله يعني هنعمل حاجه احسن في افريقيا المره الجايه. علمني الالتزام طبعا كل حاجه في حياتي، اصلا النادي الاهلي هو كله عباره عن التزامات، والبطولات برضو علمني ان انا اي حاجه اخش فيها انت اول يا ما فيش يعني، انت عندك لازم تبقي اول في الحته انت فيها، ده مش يعني ده مش من غير شغل، لا بالعكس احنا بنشتغل كتير قوي عشان نبقى اول، فدي من اهم المبادئ الالتزام وان احنا دايما نكون موجودين يعني في الاول. اي حد حتى جيلي او الموجودين في فيرست تيم هم كلهم قريبين مني لغايه دلوقتي الحمد لله، والنوادي الثانيه يعني احنا كلنا مع بعض كله كويس يعني، في الملعب حاجه وبس بره الملعب كلنا اصحاب يعني وقريبين. اول حاجه بشكرهم اكيد ان هم دايما في ظهرنا يعني، وبوعدهم ان احنا نفضل عد ثقتهم ان شاء الله، وحتى لو وقعنا يفضلوا في ظهرنا دايما عشان ان شاء الله هنعمل حاجه تليق بالنادي الاهلي وهم يكونوا مبسوطين بيها ان شاء الله. جميل قوي مثل هذه الفقره الحقيقه. انا طبعا الواحد لما بيروح النادي الناس كلها بتقعد تقول لك احنا عايزين نعمل صنع في الاهلي، النادي الاهلي كله الحقيقه، لانه اخواتنا واصدقائنا كلهم موجودين هناك. بالمناسبه تحس مثلا فريده تحس ان هي من وهي صغيره موجوده في النادي، فتحس ان هي عايشه في النادي الاهلي، فتلاقي والدتها ووالدها واصحابها وعيشتها وكل ما يخص عائله الاهلي. هي بالفعل الحقيقه انا بحب السلوجن ده جدا، عائله الاهلي. كابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته من حوالي مش الدوره اللي فاتت دي، الدوره اللي قبلها، كان عامل السلوجن بتاع المجلس الاداره عائله الاهلي. عائله الاهلي ده ما اصبحش سلوجن للاداره فقط، ولكن اصبح سلوجن للنادي الاهلي بالكامل. الحقيقه عائله الاهلي هي بالفعل اسم جميل وسلوجان رائع.